مساكم الله بالخير وحلقة جديدة من سليبرتي على السومرية. ضيف اليوم الأردن الحبيبة، فرحبوا معي مع البلوغرز عامر المطرمي. اهلا اهلا اهلا. احنا بالعراقي ثلاث بوسات، وعندنا بالاردن كمان ثلاث بوسات. بالاردن ثلاث بوسات بس بتسلم كيف؟ ايه؟ بوسه بوسه بوسه. يعني اوكي، على نفس الجهه. لا خلينا نسلمها بوسه. يلا. اوكي، هاي الاردن طبعا. سلمنا بالعراقي وبالاردن. نورتني والله نورك. انا اليوم سعيد انه انت وياي على السومريه. هذا اول لقاء اعلامي لك عراقي على السومريه، وكون انه انتم متابعين لها فانت جاهز؟ اكيد جاهز. اوكي، طلعنا على هاي الكاميرا جاهز؟ اكيد جاهز. وطلعنا على هاي الكاميرا جاهز؟ جاهز. واحنا جاهزين، تفضل. يلا بسكم. كثير مبسوط اليوم اكون معكم بقناه السومريه العراقيه. طبعا بوجه كل شكري واحترامي للشعب العراقي الحبيب. وخلال قبل يومين تقريبا بعث الاستاذ ايهاب الراقي انه عشان نصور حلقه وكذا، فخليكم جاهزين للحلقه هتعرفوا كل شيء، فان شاء الله تعجبكم. لكل سيلبرتي الى معاناه والى ظروف خاصه، ومن هذه الظروف هي تخلق اليوم انسان ناجح، والدليل انه هذه المشاهدات المليونيه وانتشارك في الوطن العربي. جو حطاب، زين كرزون، وكثير من مشاهير الميديا، هل اليوم بالأردن أكو غير هذه الأسماء؟ وكونك أنه أنت ابن الأردن لكن ما معلن كم مشهور في السوشيال ميديا متواجد في الأردن؟ نورتني. نور نورك، متشرف. أنت أول أردني ويانا من خلال برنامجنا، يعني إحنا صورنا مع أغلب الجنسيات، وكمان كان المفترض انه انا اسافر الاردن واصور مع السليبرتي، بس يقول لك الصدفه خير من الف ميعاد، فبالتالي انه التقي اليوم وياك من الاردن الحبيبه ومن عمان الجميله اللي هي احتضنت العراقيين بفترات صعبه جدا، واخو علاقه وعواصف قويه، فنورت نورت نور السومرية. نور نورك يا حبيبي. الله يسعدك. احد علماء النفس يقال يقول لك اي شخص سليبرتي حينما يتعرض الى اكثر من 14 ساعه من التصوير، وكمان يكون انه اكو بعض المنغصات او المعاناه او المكائد او انه ربما المنافسات او التنمرات او الاعتداءات او الانتقادات، فهذا يصاب بحاله اكتئاب. فكيف يطلع من هذا الاكتئاب السليبرتي؟ يا اما يروح الى مناظر هي تكون خلابه وطبيعه انه هي تعطي الهام وراحه نفسيه، يا اما يكون انه هو يختار البحر او يختار انه المطار ويسافر بالطياره، يا اما يختار سفره انه هي تكون ما لذة وطاب واكل يحبه حتى يفرغ طاقته السلبيه وتتحول يعالج هذا الاكتئاب. عشت حاله اكتئاب من خلال الشهره او الميديا اللي انت بيها؟ بصراحه انا ما بامن بالاكتئاب يعني، بس تقدر تحكي انه بخصوص يعني ايش هو الاكتئاب؟ انا بالنسبه لي دام انت قادر تسيطر عقلك، دام قادر انه تفكر بطريقه صح. انت ما تؤمن انه في انه اكو مرض يصيب الانسان؟ انا ما بحكي لك انه انا ما صارت معي اكتئاب، لكن انا بعد فتره فهمت انه الاكتئاب طول ما انت قادر تسيطر عقلك، طول ما انت قادر انه فعلا تفكر بطريقه صح ما حيكون في اكتئاب اوريدي. فعشان هيك انا دائما بتشوفني بنزل عن العقليه، لازم انه انت تنتبه لعقلك، طريقه تفكيرك تكون تمام. فالشغله باختصار بالنسبه لي انه انت لازم دائما تكون انت اللي مسيطر عقلك، مش عقلك اللي مسيطر عليك. ف يعني هاي بحس انه هي السيكرت بالموضوع. هذه عموري. انت من وين؟ من عمان. يعني بالتالي اريد تعريف استهلالي عنك وجيزي من وين؟ من الاردن الحبيبه. من اي منطقه او محافظه؟ كمان انه ترتيبك بالاهل، الوالد والوالده ايضا اختصاصاتهم شنو، ودراستك شنو هي؟ والله انا من الاردن، من الطفيله، من جنوب الاردن. بس عشت تقدر تحكي اغلب حياتي بعمان بالعاصمه تبعت الاردن. اغلب حياتي يعني كانت مع اهلي موجود، يعني ابوي شغال شغل حر يعني، وامي معلمه. ووالدتك مدرسه. وتحصيلك الدراسي؟ والله انا خلصت توجيه وحاليا قاعد بدرس سنه ثالثه هندسه عمارة. كل شخص فينا
قبل لا يبلش أي مجال ويبدع به وتكون الأضواء أيضا عليه تكون أكو معاناة. أريد صحيح. أول شيء قبل شوية سولفت لي أنه كان إنه عندك معاناة بالدراسة وكان أكو تحدي من الأهل. سألتني كمان سؤال أنه شو ترتيبك بالعائلة. صحيح أنا أكبر واحد بالعائلة فهي نقطة كمان بخصوص الاعتماد أنت كلي عليه. نعم خصوصا أنه أول فرحة أنت عارف كيف التوجيه وكذا فأنه كانت أول فرحة والكل متأكد أنا يعني لو رجعت للحادي عشر الصف اللي قبل التوجيه يعني أنا يعني كان معدل عالي فإنه صدمة إنه أكون بعد المعدل العالي يكون متوقعين إنه أجيب فول يكون في صدمة فكان زي ما تحكي إنه في توتر من الأهل وأصلاً أي حد بالأردن بيعرف إنه يعني الاسترس اللي بيواجهه الطالب بالتوجيهي يعني مش عادي أبداً فهاي هي البوينت يعني كان أوكي كانوا الأهل ينتظرون إنه أنت من عندك نتيجة إنه تجيب ناجح أكيد إجباري أنت جيت فاجأتهم شنو راسب كان عندي علي تقريبا 4 مواد راسب فيهم وانت هنا كان اكو صدمه خبت توقعاتهم العائله كلهم صحيح العائله كامله لدرجه كان الوالد انه هو محضر ايش محضر يعني احتفاليا يعني احتفالات واحنا نسميها بالعراقي هذا الشراقي اللي هو انه صعاديات صح؟ 100% صحيح اوكي شو صار فانه بالنسبه لاكبر يعني حد بالعائله بالنسبه للاخ الاكبر ويعني ابنهم الكبير وتلاقي انه صدمة إنه 4 مواد من شخص أنت كنت متوقع إنه هو يكون ناجح، فجد كانت صدمة بالنسبة لهم. هنا أنا صرت شماتة للعائلة؟ والله مش شماتة بس يعني صدمة. أنت لا مو من الأب والأم يعني أمام خوال. لا هسه بشكل عام أنا العائلة يعني كاملين ما بيدخلوا في هذه الفترة. حتى في هذيك الفترة يعني ما كان في تأثير من العائلة كاملة بقدر ما بهمني يعني أبوي وأمي فاهم ليك. هذه كانت نقطة تحول بحياتك. نوعا ما صحيح نوعا ما نقطة تحول نعم. ليش اختاريت تركيا بالتحديد انه انت تنتقل من الاردن كونه بلد مستقر امنيا ومستقر اقتصاديا وكمان انه انتم نادرا ما انه تغادرون البلد يعني الاردنيين نادرا ما يغادرون اراضيهم عكس البلدان الثانيه اللي هي مرت بحروب مرت بعدم استقرار بالوضع فليش اختاريت اسطنبول بالتحديد وشو الاسباب هسه بصراحة أنا من وأنا صغير يعني حاب أطلع لبرا حاب يعني لو ترجع مثلا على وطننا العربي بشكل عام صعب البني آدم مثلا إنه يؤسس حاله بوطن عربي لقلة فرص العمل لقلة العلاقات الاجتماعية والتفاصيل هاي كاملة فزي ما تحكي إنه أنا كان في عندي زي هدف بدي أوصل لإله والهدف زي ما تحكي إنه لازم مثلا إنه أبلش مثلا أخلص التوجيهي وانتقل للمرحله اللي بعديها ليش هنا اسطنبول هسه بصراحه هي اقرب شيء للوطن العربي تركيا هاي نقطه نقطه ثانيه يعني اسهل فيزا بالنهايه نعم يعني انت بدك تقدم على اوروبا ممكن ممكن لا ابى جواز الاردني قوي يعني هو صحيح قوي لكن بنفس الوقت يعني انه انت بدك شيء مضمون يعني لو يرجع الزمن ما باجي اسطنبول بصراحه يعني بروح بختصر حالي وبقدم اكثر من مره على دوله ثانيه ممكن اوروبا ممكن كذا لكن خلاص هيك القدر القدر صحيح قبل لا تدخل الأضواء نعم. والميديا أكيد أنه أنت كنت حاط عينك على أكاونت معين على مشاهير معينة سواء من بلدك نعم. أو خارج بلدك وهو حببك بالميديا ودخول الميديا اليوم أنه أصبح لكل إنسان هو قادر لصناعة محتوى أو لصياغة محتوى وبالتالي أنه حتى أنه هو يبلش مشواره قبل لا تبلش مشوارك وخال أكيد بلان وخال خطة أو ربما صدفة رح أسمعها من عندك لكن منو كنت تتابعه من الأردن تحديداً من عمان؟ هسه بخصوص المحتوى الكونتنت اللي أنا فاتحه حالياً ممكن لو ترجع ممكن نسبة قليلة جداً من العرب اللي فاتحين لايف ستايل مثلاً لكن النسبة الأكبر كانت للأجانب الدول الأوروبية الأجانب هم عندهم اللايف ستايل لأنه أوريدي البلد بتساعد الأماكن بتساعد الظروف اللي هم فيها بتساعد والامكانيه الماديه اجباري طبعا فما كان يعني زي ما تحكي انه في قدامي مثال عربي مثلا انه مثلا انه اخذ الفكره منه كذا فاجت الفكره لحالها والله بصراحه اجت الفكره لحالها ما خفت من اي ناحيه انه راح تنحب او ما تنحب والله بصراحه يعني اجباري يكون في عندك خوف اجباري يكون في عندك الشغله مش انه تنحب او ما تنحب بس اوريدي هاي المرحله تخطيتها قبل ما افوت المحتوى شلون شلون تخطيت المرحله أصلاً نرجع لـ 2019 يعني بدي أعطيك القصة من بدايتها هسه أنا كنت من زمان بحب التصوير من زمان بحب يعني إنه زي ما تحكي الستايلينج واللبس وهاي الأمور بس بنفس الوقت
يعني كنت في دائما اواجه نفس المشكله. كانت المشكله انه وزني 45، يعني انه انا اوريدي يعني نحيف، كل اللبس ما يبين علي انه حلو، اضل اطلع فيه غلط بالمراي، اشتري لبس ضابط يعني اشوفه بالمحل كثير ضابط وكذا، بس نفس الوقت اطلع بالمراي في غلط، يعني مش عارف بس في غلط، يعني مش عاجبني. انت فاهم كيف تكون شعور انه انت مش راضي عن حالك. فوالله فكرت فجاه انه اوكي تمام، انا 45 كيلو وهذا بال 2019 كان عمري 20 و 45 كيلو، فانت فاهم كيف الفرق. المشكله كانت انه انا وزني 45 والحل موجود عندي، انه انت لازم تروح الجيم. يعني باختصار يعني موجود عندك المشكله، موجود عندك الحل، فباختصار انت بضل بدك الطريق اللي توصلك لهي للحل تبع المشكله تبعتك انه تلتزم عليها وبس. فبلشت، كانت سنه الكورونا يمكن، قلت بدي ابلش تمرين، صرت ابلش تمرين، اقطع ابلش اوقف، وانا اصلا اوريدي كان عندي احلام كبيره، وهذا سبب اني حكيت لك انه طالع تركيا وطالع من البيئه اللي انا كنت فيها. نفس الوقت ما عندي استمراريه، بتعرف شعور انك تكون عندك احلام وبتحس انه لازم توصل لها، بس نفس الوقت ما عنديش استمراريه، انا ما بقدر استمر، ما عندي اراده انه انا اظل مستمر للشيء اللي بدي اياه. وسمعت مره مقوله انه بيقول لك انه انت اذا بدك توصل لشغله معينه يعني بدك تكون عندك الاستمرارية، هاي سر النجاح. وأنا جتني لحظة إدراك إنه طب أنا كيف حنجح دام ما عندي استمرارية، كيف حنجح دام ما عندي إرادة. فزي ما تحكي إنه فقدت الأمل، إنه خلص معقول إنه عمري ما حنجح، معقول إنه خلص هيك يعني حفقد الأمل. فرجعت سمعت مقولة ثانية بيقول لك إنه الاستمرارية ممكن إنه أنت تخليها صفة مكتسبة، مش إنه أنت هاي بتنولد مع البني آدم، فممكن إنه أنت تعود حالك تصير في عندك الإرادة، تصير عندك يعني انه صفه مكتسبه، وتصير انه انت فعلا عندك اراده انه انت تقدر الاشي اللي بلشت تقدر تستمر عليه. عندي اول مشكله اللي هي الجيم، فبلكي انه قدرت استمر فيها، ضليت سنه كامله وانا احاول التزم ماكسيموم التزم 3 أسابيع بعدها اقطع. ضليت هالحاله لحد ما سمعت مقوله دائما انا بحكيها بالفيديوهات او لحد، بقول لك انه لو كانت سهله كان الكل يعملها. فحرفيا يعني رنت بدماغي الكلمة، ظلت بإذني إنه لو كانت سهلة فعلا أطلع حالي على المراية وأحكي لو كانت سهلة الكل يعملها. فما تستسلم، بدك تظل مستمر. قديش قعدت مع حالي زي هيك، قسما بالله يعني زي ما أنا قاعد أنا وياك حاليا، قعدت مع حالي حكيت إنه أوكي أنا وزني 45 وأكثر مرة التزمت 3 أسابيع، حلتزم شهر ولا أقطع يوم وأشوف شو بدي يصير. طبعا أروح أول يوم أوقف قدام المراية أخلص تمرين فيش نتيجة، أروح ثاني يوم أوقف على المراي فيش نتيجة، رحت بعد شهر وقفت على المراي بين، طبعا كنت نحيف كثير بس أول مرة بشوف الفيل تبعت الشولدرز إنه بين. طبعا أنا شفت النتيجة من هون. بتعرف في كمان مقولة بيقول لك إنه إذا أنت بلشت تشوف النتائج حيتبلش في عندك مرحلة الإدمان. فأنا شفت حتى لو نتيجة بسيطة بس أول مرة بحياتي إنه أدخل إشي وأشوف إنه في نتيجة لتعبك وزي هيك. فجد كانت هون انه مرحله انه في شيء تحرك جواي، انه خلص انه خلص معقول انه اي شيء بتعب عشانه حوصل له، اي شيء بتعب عشانه اشوف انه في نتائج وكذا. فمن هون دام انت صرت تشوف نتائج وكذا، انا بلشت التزم، بلشت اتعلم اكثر بخصوص الجيم. اوكي التزمت فتره طويله بس ما كان في نتائج كبيره، فدورت على المشكله، على يعني المشكله تبعت الحل تبع المشكلة اللي عندي اللي هي ليش ما في نتائج رغم انه انا بتمرن طويلة. اكتشفت انه انا لازم كمان انه مش بس تتمرن، النسبة كبيرة من يعني عشان تشوف تغيير اكبر بده يكون في عندك الاكل، بدك تهتم بالاكل زي ما تهتم بايش بتمرينك وممكن بزيادة. معروف التمرين يعني الجيم باختصار هو اكل، فصرت اهتم بالاكل تبعي، صرت اقرا استفسر اكثر ابحث بالموضوع كيف ممكن التمارين كذا، فتعمقت بالموضوع. وبرجع دائما كل ما ابلش او كل ما كذب برجع بتذكر شغله انه تمام صح انه انا بلشت اشوف نتائج وكذا، بس انه يعني الاشي اللي مخليني استمر انه انا بمرحله السبورت زي ما بيحكوها، بمرحله الدعم. ما كان في حد يقول لي روح الجيم، ما كان في حدا يقول لي انه اوكي تمام روح، ترجع من الجيم زي ما انت، ما حد يقول لك جسمك حلو والله. فتعلمت شغلة إنه دام أنت بالبدايات ما حد حيزقف لك حرفيا، دام أنت بالبدايات ما حيكون في مرحلة السبورت، حتكون أنت لحالك، أنت بتدعم حالك. فإذا تعديت مرحلة السبورت وبلشت تشوف نتائج، بلشت تشوف طبعا مش بس بالجيم بشكل عام، أنا بحكي لك عن المحتوى عن كافة حياتي،
يعني شفت انه دائما مرحله السبورت ما بيكون في حد بيدعمك فيها، حظل انت تدعم حالك لحد ما توصل للنتائج وقت الكونجراتوليشن، المرحله تبعت التهانين وكذا، حتشوف انه في ناس جديد اول مره بزقفوا لك، اول مره بيحكوا لك انه واو كيف عملتها، جسمك حلو والله، والله ما بعرف لحاله يجي اكيد لا، يعني انا من الالتزام من التمرين من الاصرار على انه انت خلص انا بدي اوصل لمرحله، بغض النظر عن انه يدعموك او لا، بغض النظر عن انه تشوف نتائج بالبدايه او لا، انت متاكد انه انت يعني زي ما اقول لك ترست ذا بروسس، يعني انه وثق بالشيء اللي بتعمله، خليك واثق انه انت دام انت بلش طريق وعارف انه هذا الطريق صح، في سبب يخليك توقف اصلا، مثلا بدي التزم اسبوعين مثلا بعديها اقطع باي موضوع بالحياه مثلا انت حاب تعمله، لو التزمت اسبوعين وقطعت يعني الاسبوعين راحوا على الفاضي، فيا اما بتدخل شغله بتكملها يا اما برايي يعني ما تدخل بالمره وتتعب حالك. فبلشت من الجيم، بلشت من التمرين، بلشت يعني ادمج التمرين وبنفس الوقت كنت قاعد اتعلم بصراحه، بس جيت على تركيا صرت اشوف فيه مناظر وكذا، فمن هون بلشت اتعلم تصوير، بلشت اتعلم انه اوكي كيف نصور كذا، وانا من النوع اللي بحب ابحث، يعني ما بحب بس انه مثلا اوكي كيف اصور ما بعرف، كيف اصور ببحث عن الموضوع الاساسيات كيف، يعني انت بدك تتعلم موضوع معين بدك تبلش من الصفر، واكيد زي ما بيقولوا لك انه انت بدك تقريبا 18 ساعه مشان انت تصير تعرف تعمل شغله، ويعني فتره صغيره بتقدر تصير بروفيشنال فيها. وانت بدك تحكي يعني ما حاولت انه اقاطعك لانه اني مستانس ب عندك فن بسرد القصه، وكمان حد قايل لك انه انت صوتك كلش حلو والله حبيبي، صوتك اذاعي صوتك، يعني انه شهاده من مذيع. لا يا حبيبي شوف اللي 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 ميزك يمكن اليوم بالميديا، انا جاي على 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 المشوار وكيف انه ايضا خليت بلان وبالتالي شلون حبتك الناس، بس استوقفني شيء واحد، احنا هذا بالجديد شفنا انه الناس انه هي تتطلع على الشاب او على البنت او على اي شخص يعني موجود اليوم بالحياه الانسان بنفسه انه هو حاله التنمر، وانت تحكي تقول انه اني وزني 45 يعني معناته نحيف، وانا شفت لك صور. نعم اوكي، وانت بكل ثقه انه انت منزل هذه الصور، حتى بالتالي الناس اليوم اللي يشوف قصه نجاحك انه هي تطلع انه انت وين كنت والان وين. صحيح. احد تنمر على وزنك زمان؟ قبل زمان من العيله من الناس جيران اصحاب؟ هسه بصراحه يعني ممكن انه يجيبوها بطريقه غير مباشره، اكيد ممكن انه تيجي مثلا بطريقه انه يعني انه وزنك خفيف انت ريشه مش عارف شو، اكيد حتسمع كلام، وانا برايي الكلام حيخليه يعني خليه يدعمك، اكو ناس تستقبل الكلام يدعمها 100%، يعني خذ الانتقاد بروح ايجابيه وحسن من حالك فيه. بس بيني وبينك ما كنت تنزعج بالبدايه؟ اجباري تنزعج، يعني اصلا لولا انه انت بتنزعج كنت اصلا انت ما حتتاثر، لو ما بتاثر مش حتغير حالك، دام انت زي ما بيحكوا لك دام انت يعني قبلان المرحلة اللي انت فيها، يعني دام انت يعني المرحلة اللي انت فيها خلاص اوكي انا راضي فيها ما حتطور من حالك. فدائما بحكي شغلة بالستوري يمكن شفتها وكذا، دام انت بتقدر تكون احسن نسخة من حالك، يعني ليش ما تظلك تحاول، ليش ما تظلك تطور من حالك، ليش ما تظلك تعلم شغلات جديدة، ليش ما تظلك كل يوم تكون افضل من اللي قبله، يعني احنا كل يوم بحياة ومعك 24 ساعة باليوم، ليش ما تظلك تحاول، ليش ما تظلك تسعى، ليش ما تظلك، يعني بتفاجأ كثير بيحكوا لي انه اوكي انا ما عنديش وقت، طب انا احكي لك هسه ايش الشغلات اللي بعملهم بيومي، ايش الشغلات اللي بتعملها بيومك، وخلينا نشوف انه الوقت بكفي او لا، بس الشغلة انه انت كيف تستغل وقتك صح، الشغلة كيف انه انت ما تضيع وقتك على شغلات ما إلها قيمة. بتحدد إذا في شخص بالعالم بيكره الشيء تقدي، بس تعرف شو، إذا بدك توصل لشغلة بتحبها بدك تكون جاهز تعمل شغلات ما بتحبها، فلهيك الفكرة من الفيديو إنه أنت تتحدى حالك، لأنه قيمة الشغلة مرتبطة بصعوبتها، فإذا أنت ما كنت جاهز تعمل الشغلات الصعبة صدقني عمرك ما هتوصل، كون قوي. هل الميديا تدخل هذه الفلوس؟ تدخل سيارات فارهة، تدخل قصور وبيوت مثل ما نشوف أو دا يسوقوا بعض المشاهير؟ كونك من الأردن الحبيبة، هل دعمت القضية الفلسطينية؟ هل قاطعت بالبيت المنتجات اللي هي خاصة للكيان الصهيوني أو لا؟ ليش أحس أنه بكل شيء أنه أنت حصلت على هذه المشاهدات وهذا القبول من الناس؟
حبيت اللي مريت به ما إنسان يمر به أو كان يمر به أنه أنت تكون المعالج النفسي إلى أو صحيح. المعالج الصحي إلى أو معالج من خلال ربما تجربة بس ما تصدرها بالشكل المباشر. هذه المواضيع اللي كلها اللي سولفت لي إياها الآن كانت أنه هي سببت لك فد عقدة معينة وعالجتها أنت بحالك وحبيت الناس اللي هي ربما عاشت نفس قصصك أنه هي تلقى لها حل من خلالك. والله بصراحة ما كانت عندي عقدة بقدر ما كانت عقدة بيني وبين حالي، يعني مش من كلام الناس بس كنت دائما أفكر أنه ليش ما أطور من حالي جد، يعني كنت دائما أفكر أنه ليش ما أوصل لمرحلة أنه أنا أكون راضي من المرحلة اللي أنا فيها. يعني كنت دائما بس أشوف مثلا ألتقي بناس كذا، مثلا أشوف شخص مثلا جسمه حلو ما أحسده عليه مثلا، ما أقول له أنه كيف وصلت لهي المرحلة أو كذا، كنت دائما أحكي له أنه أحكي بيني وبين حالي أنه دام هو قدر أنت بتقدر، دام هو تعب حاله ووصل أنا بقدر أوصل كمان، ليش لا جد ليش لا دائما. لذلك أنه أنت هنا أنا خليت هذه المقولة تبعك أنه حبلش حستمر حنهي اللي بلشته. صحيح، هذه بكل شيء أنت تنزله تكتب هذا اللي هو نقول الهاشتاج أو اللازمة تبعك. ليش هاي أنت كاتبها بقلمك؟ أكيد أكيد. ليش هنا أنا يكون إنه أكو إصرار؟ يعني حبلش حستمر حنهي اللي بلشته. صحيح، تذكر إنه تنهي الشغلة اللي وعدت حالك فيها اللي راح تعملها. تذكر دائما الإشي اللي وعدت حالك إنك راح تعمله اعمل. ليش ما تعمل؟ جد احترم حالك. أنا بالنسبة لي احترام الذات هو إنه أنت تحكي كلمة وتكون قدها. احترام الذات إنه أنت بس تحكي لحالك إنه أنا هعمل كذا هعمل كذا. إذا أنت وصلت لمرحلة أنت تكون قادر تحترم حالك بالكلمة اللي بتطلع منك، صدقني بعد فترة هتشوف أنه أنت قادر تعمل كل إشي. أنت مسيطر على عقلك بالنهاية، أنت مسيطر على أفضل إشي عندك. أنت دام مسيطر على عقلك بتقدر تعمل كثير شغلة، مسيطر على عقلك بتقدر تنجز كثير شغلة، بتقدر توصل لمرحلة جد أنت ما تتخيل لوين ممكن أنت توصل دام أنت مسيطر على عقلك. لو قررت تبلش من بكرة تصحى ساعة 6 صحيح تشتغل على حالك حتشوف انه ثقيله. صح، حاط هنا استفهام، حتتكاسل، ممكن تلتزم كم يوم بعدها ايضا راح تمل وتتوقف بنص الطريق وتستسلم بكل بساطه. لكن لو مديرك ايش؟ لو مديرك طلب، لو مدير شغلك قال لك انه انت من بكره 6 الصبح انه بدك تصحى، هل انت راح تحترم هذا الشيء وترد وتصحى وتتوقف؟ لا، وتوقف تليفونك ألف مرة لما تروح عليك ولا تروح عليك نومة. أنت هنا حاط كأنما جاي تسأل وأنت تجاوبه، كمان أنه أنت هنا زارع تحدي مقارنة. يعني أكو كلام المبطن أنه أنا دا أنطي رسالة وكمان أنت تحدي. يعني أنا من قريت أنه ما أعرف أنه صار بي أنه تحدي كأنما أنت تتكلم وياي إلي. فكرة أنه كتابة البوست الكلام اليوم يأثر بالناس والله جدا. يعني أنا بوصلني كمية مسجات إنه ناس قاعدة بتقول لي إنه أنا بلشت ألتزم بموضوع معين من وراء جملة أنت حكيتها. فأنا بحس إنه الناس كثير، يعني مش ناس، يعني أنا بحكي لك عن 1000 و2000، بحكي عن عشرات الآلاف من الناس، يعني حرفياً كلمة ممكن تأثر فيه. فهاي رسالة لصناع المحتوى من عندك بحثوا لك على الدايركت جداً، بيوصلني كمية مسجات. يعني أنا بحس إنه الإشي اللي قاعد بقدمه عادي بس من كمية المسجات اللي بتقول لي إنه أنت غيرت، انت عملت، انت خليتني اعمل جد هاي لحاله يعني خليني احس بمسؤوليه، خليني احس انه انا فعلا لازم اكون منتبه على كل كلمه قاعد بحكيها، اكون منتبه. انت حاليا مثلا بيوصلك مزج، انت قدوتي. يعني جد الكلمه مش مزحه، الكلمه يعني انا بيسالني حد شو مين قدوتك، بضلك صافن. الموضوع مش ابدا يعني عادي، بس توصلك مزج انه انت قدوتي، مش من شخص، انا بحكي لك عن اشخاص كثير. ف يعني بتحس مسؤولية، بتحس إنه أنت كإنفلونسر، أنت كمؤثر، يعني ممكن كلمة واحدة تأثر بالمتابع تبعك، ممكن كلمة واحدة تغير حياة المتابع تبعك، ممكن تفتح دماغه على شغلات إنه جد ما يكون حد ناصحه إياها، جد ما يكون حد مقدم له إياها قبل مرة. فأنت لازم تكون حريص على الإشي اللي بتقدمه، حريص على الكواليتي تبعت الكونتنت تبعك. وهي هذا الإشي جدا حاليا يعني ما بشوفه بالإنفلونسرز الموجود حاليا. ف يعني الكل مايل للتفاهه، الكل مايل لل يعني انا بحكي عن 90% من يعني الكونتنت كرييترز. فليش ما نركز على الموضوع هذا جد، نقدم القيمه اللي فيها فائده، نقدم الكونتنت اللي فيه اللي ممكن يقدم كواليتي للناس يغيروا حياتهم، ممكن
يعني انه ياثر بالناس بطريقه ايجابيه، انه ممكن يوصلهم لمرحله مختلفه بحياتهم، ممكن يخليهم يعني كلمه واحده ممكن تغير حياه شخص. فهذا الشيء بالنسبه لي. ليش ما صرت تافه؟ ليش ما صرت تافه؟ ليش اصير تافه؟ هذا السؤال يعني، ليش اصير تافه؟ يعني عشان مشاهدات، عشان اختصار. بالعكس الكل بيحكي لي انه انت جد كثير بالفيديوهات، ليش ما اكون جد؟ يعني بصراحه انا مش، انا قاعد بقدم محتوى، انا قاعد بقدم كواليتي بالمحتوى، مش شرط انه اكون تافه او كذا. يعني انا قاعد بقدم قيمه بالمحتوى تبعي. ما صار عندك مرض التفاهه انه اكو غيرك انه هو دا يحصل هذه الملايين مشاهدات، وهو دا يريد هذه الملايين مشاهدات وهذه الكومنتات؟ صحيح. وخلق الجدل والترندات اللي موجوده. نعم. وبالتالي انه هو تجي للكونسبت انه هو تافه. انا بالنسبه لي الموضوع هذا انه ابي حالي مشان مشاهدات ابدا مش صح. يعني اللي بيطلع بيعمل تفاهه مشان يحصل عدد معين من المشاهدات، انا بالنسبه لي قاعد بنزل من قيمته، وحتى ببيع حاله مشان مشاهدات او مشان فلوس او مشان شو ما كان. انا بالنسبه لي لا، انا اغلى شيء عند البني ادم هو شخصيته، اغلى شيء عند البني ادم هو مبادئه، اغلى شيء عند البني ادم هو يكون هو محترم حاله قبل ما يكون الناس محترمون. شو البيئه او شو اللي يخلي الانسان يصير تافه اليوم موجودين في مجال، سواء مشاهير الميديا او سواء ممثلين، مغنيين، ناشطين او بهذه المسميات؟ يعني تتوقع من وجهة نظرك درست الحالة، شفت تطلع انه تشوف انه اكو اليوم اللي دا يصير على التيك توك، على الانستغرام، على السناب شات، صحيح، على تويتر، على الفيسبوك، نشر الغسيل، المهاترات، اتفق معك بعقد انه راح تسبني واسبك، وبالتالي انه انا وياك نجيب مشاهدات وبالتالي حتى نحصل على فلوس. درست الحالة؟ من وجهة نظري بحس انه المشكلة بتكون بالشخص نفسه، انه اوريدي الشخص ما عنده مبادئ، الشخص عادي عنده يبيع نفسه، عادي عنده انه ينزل من قيمته مشان يرفع من قيمة شغلة ثانية. أحد عرض عليك أنه أنت تكون تافه أو تسوي عقد أو تسوي مش عرضه، بس كانت عبارة عن نصيحة أنه خلي الموضوع شوي فيه حماس، اعمل ترندات، يعني صفحي. ادخل تيك توك 100%. فأنا بصراحة أنا هيك شخصيتي، أنا قاعد بحكي معك حاليا وبفتح المحتوى هسا، افتح شوف شخصيتي بالمحتوى، حتشوف نفس الشخص اللي قاعد معك حاليا. مش حروح أنهف مثلا أصير تافه بالمحتوى أجي أحكي معك جدي، ولا العكس أنه أكون الحياة العادية العامية وكذا إنه أكون مش جدي. فأنا خلص شخصيتي هون عملها نفسها بالمحتوى، عشان أصلاً أوريدي هاد يعني حيبين الفيك، حيبين إنه أنت فيك، حيبين إنه أنت مصطنع، حيبين إنه أنت مش على طبيعتك. فباختصار بحاول أكون قدر الإمكان بالحقيقة نفس. أتحداك تعمل تحدي بوشوب أنت وعبد الرحمن، فبعث له وافق على التحدي وإجا تركيا واستلتقينا ويلا نعمل التحدي. فهي أنا وعمر مع بعض وحنعمل بوشوبس في البوقف وخسرة. جاهز؟ few moments later. صراحة ما توقعتش، بس هنيك. شت متوقع إنه أنت اليوم راح يكون إنه عندك مشاهدات كبيرة جدا على المحتوى اللي أنت تقدمه، لكن أرد أرجع قبل تجاوبني على أول فيديو نزلته وشقد كانت مشاهداته، وهل أصبت بصدمة إنه من المشاهدات والكومنتات والتقبلات والريبوستات إلى؟ هسا أنا بعد ما لاحظت إنه بلش يصير في عندي لايف ستايل حقيقي قبل ما أصور، يعني في ناس في غلط إنه بيبلش إنه يصور بعديها بيعمل إنه قدام الكاميرا إنه عنده لايف ستايل. فأنا جتني لحظة إدراك إنه أنا أوريدي عندي هيلثي لايف ستايل، أوريدي بروح الجيم، أوريدي منتبه لحياتي، وعندي روتين بقدر أصوره للناس. فقارنت حياتي زمان بحياتي حاليا، فلقيت انه في فرق شاسع، لقيت انه انا فعلا مغير حياتي. يعني ما بدي اقول لك انه وصلت للهدف تبعي، ما بدي اقول لك انه انا وصلت لحلمي او للحياه اللي انا بدي اياها، بس تقدر تقول انه انا اقل ما فيها غيرت حياتي للافضل. فدام بلشت اشوف انه انا غيرت الحياه وكذا، حكيت ليش ما اشارك هذا الموضوع مع الناس؟ ليش ما اصير اصور؟ اوريدي انا كل شيء عندي موجود، وعندي اللي هي السكيل تبعت التصوير، وحشارك الموضوع باختصار مع الناس، اقدر افيد الناس باي طريقه. فخليني ابلش بالمحتوى. هنا انا اقول لي كنت حاط بجت معين انه حتى تشتري كاميرات، انا شايفك انه انت عندك بيت حلو كلش ما شاء الله، الله يسلمك، وانت تعرف تصور، لكن قل لي شلون تعلمت تصور بهذه الاحترافيه،
وكمان انه رحت اشتريت مواد، يعني انه كاميرا وستاند وفويس ومايك. شلون اذا انت بدك تجمع لشغله حتجمع لها؟ فبصراحه جمعتها مش للمحتوى، كنت مجمع للتصوير، انه بدي اشتغل فيها، بدي اتعلم تصوير، بدي الكاميرا. يعني بصراحه صارت عندي شغف انه التصوير وكذا. تعلمت طبعا بس يوتيوب، ما تعلمت لا اخذ كورس ولا شيء، تعلمت من الممارسه. قد ما صرت اصور واشوف الصور واتعلم من اغلاط الصوره، وارجع المره الجايه ما اوقع بنفس الغلط، توقع بالغلط مره واحده تصلحه وخلص. فبتظلك هيك تطور من حالك بنفس الموضوع لحد ما صرت امارس الموضوع كثير، وصرت اشوف انه التصوير تبعي صار يتحسن. فصرت اصور صور، بعديها قلت بدي ادخل مجال الفيديو. ليش ما ادخل مجال الفيديو؟ لانه انت عارف كيف المستقبل، يعني السكيل تبعت التصوير مفيد بكل حياتنا. يعني بدك تشتري برودكت، بدك تشتري منتج، بدك تبيع شغله، اذا ما كانت الصوره حلوه ما حد بيشتريها. بدك تبيع شقه، اذا ما كان صور البيت واللي هو المحتوى المرئي تبعها كان بروفيشنال ما حد بيشتريها. فانا بالنسبه لي كان انه هاي حخلي السكيل معي حتفيدني بيوم من الايام. اوكي، وبعدين رحت اشتريت، فجمعت لها الكاميرا جمعت فلوس. نعم، جمعت فلوس للكاميرا، ويمكن قعدت فتره يعني قاعد بجمع، بس خلص حطيت هدف انه اجيب كاميرا وما بدي اصرفهم على شيء، على شغلات تافهه وكذا. وجبت كاميرا تقريبا حقها $700. فصرت اصور، يعني مش كونتنت، هاي قبل الكونتنت، وقبل الكونتنت من سنه تقريبا او اقل كمان. فصرت اصور اصور ناس اشتغلت فيها، اشتغلت بمجال التصوير، صرت يعني زي ما تحكي انه اعمل زي بزنس، بس يعني المستوى معين، فاهم عليك؟ فبعد فتره، بعد ما صارت عندي السكيل تبعت التصوير، بعد ما صار في عندي اوريدي لايف ستايل موجود، فصرت ليش ما ادمج السكيل اللي انا تعلمته اصلا بالسنين الماضيه واستفيد منها بالحياه اللي انا، يعني ادمج الستايل، ادمجه مع الكونتنت، ادمجه مع التصوير، ممكن اخلق شغل حلو. فدرست الموضوع، درست كيف الواحد ممكن يبلش بالانستغرام. كنت احب الانستغرام، في ستوريز وزي هيك اقرب شيء للمتابعين. فبلشت انه اتعلم كيف ابلش، كيف التزم كذا. اوريدي انا ملتزم لانه انا عندي مهاره الالتزام، تعلمتها من موضوع ثاني. فبلشت حكيت حصور 100 فيديو. 100 فيديو ولا اقطع يوم. وبلشت ايش؟ اصور. طبعا ما كان عندي، يعني كان عندي كاميرا حلوه وكاميرتها كثير خرافيه، بس نفس الوقت ما عندي تلفون انه اصور فيه، فكان الموضوع بالنسبه لي جدا صعب. كنت اصور، اتذكر ماسك الكاميرا وانقلها، انقل الكارت على اللابتوب، اخذه من اللابتوب انقلها على التلفون، حتى الستوري ما اقدرش اصور ستوري بالتلفون، اصور بالكاميرا، انقل اللابتوب اعدلها باللابتوب، ارجع ابعثها على التلفون وانزلها. تخيل الكميه الصعوبه اللي كانت عندي بالبدايه. بس مع هيك صورت 70 فيديو لحد ما اجت قبل فتره حرب غزه، وصار في الظروف اللي صارت باخر فتره وقفت. قلت خلاص، يعني انه صاروا الناس يتضايقوا انه انت بتنزل محتوى مش مستحي حالك، انه فهمت علي كيف. فوقفت احتراما يعني للظروف اللي صارت. فوقفت تقريبا مش عارف كم، وكان عندي ل 70 فيديو ملتزم 800 متابع. ل 70 فيديو 800 متابع بس. ف كان ضايل، بتذكر 7 اكتوبر كان التاريخ صح، اللي هي تبعت الحرب. بتذكر ل 10 اكتوبر 800 متابع، كان ضايل شهرين على السنه ولا 3 اشهر مش عارف كم. فقلت خلص الكل عرف بالقصه، الكل عرف بالحرب اللي صارت وكذا، وبلشوا ينزلوا كذا. فقلت خلص حرجع انزل. واصلا بهاي الفتره اصلا كنت ما انزل غير محتوى عن الحرب، انزل كذا. فكنت يعني بصراحه انا بحب يعني انه ادعم كل صوره، يعني اقل شيء ممكن نعمله انه ندعم قضيه وكذا. أعمل كتلة البارتات كامل. فخلص الكل عرف بالقصة، الكل عرف بالحرب اللي صارت. فقلت خلص هرجع أكمل وكذا. الفترة اللي بين إنه أرجع أكمل أو لا، بصراحة جتني إنه هيك إنه خلص I give up، إنه خلص هستسلم. 70 فيديو وما ظلش غير، كنت عامل تحدي إنه السنة هاي يكون عندي 10,000 متابع على نهاية 23، إنه خلص حوصل 10,000 متابع بالنهاية السنة، وأنا ضايل شهرين بتخلص السنة وما عنديش 1,000 متابع ما وصلت. ف وبعدين صفنت زي هيك. الفيديوهات الكواليتي جدا عالي، يعني انا بصور الكواليتي عالي كثير، يعني بصور بكاميرا وبعدل المونتاج عندي، انا بعطي دروس بالمونتاج، يعني المونتاج عندي كثير قوي، والاضاءه يعني كل شيء صح. ففقدت الامل، انه قلت فيش شيء بده يتصلح، شو بدي اعمل انا اكثر من هيك.
فخلص ثاني يوم ما صورت. ثاني يوم بالليل جتني لحظة إدراك إنه قديش ضايل اليوم. طيب مسكت ورقة وقلم قسما بالله حسبتهم طلع ضايل 54 يوم لنهاية السنة. قلت 54 يوم ممكن أصور 54 فيديو، فليش أستسلم هسه؟ صح ولا لا؟ فقلت بدي أصلح، بدي ألاقي حل. بتطلع بالإكسبلور كلهم لايف ستايل أجانب، طلع لي يمكن فوق 20 شخص بيعمل نفس المحتوى تبعي وبكواليتي أعلى من تبعتي. أنا شفت بتذكر شخص بيصور ثلاث مصورين معه بدرون وبيمشي وعنده 9000 أو 10000 متابع. فإجتني لحظة إدراك إنه السوق تبع اللايف ستايل عند الأجانب جدا صعب، لأن أنت بدك تنافس ناس توب، بس السوق عندنا بالوطن العربي مش حد بيعمل لايف ستايل، نادر جدا تلاقي حد بيعمل لايف ستايل. فالموضوع باختصار بدك تلاقي إنه تخلي الفيديوهات تبعتك تبين إنه أنت شخص عربي، تبين إنه إيش، إنه أنت مش أجنبي زي الباقي. هويتك واضحة 100%. فمن هون بلشت فكرة الفويس كوفر. فمن الفيديو رقم 71 يمكن صرت أضيف صوت للفيديوهات بصوتي، وقلت له حجرب. نزلت أول فيديو فيش متابعين ونفس المشكلة، ثاني فيديو فيش متابعين، ثالث فيديو نص مليون. ثالث فيديو نص مليون. ثالث فيديو بعد ما كنت حستسلم، يعني لو استسلمت قبل إنه خلص بطلت أنزل قبل حرفيا قبل كم يوم، نص مليون وعشرة آلاف متابع ثالث يوم. هون يعني بصراحة أقول لك يعني قد يعني مش حزل عليك، حرفيا بكيت قسما بالله من كمية إنه أول مرة هيك إنه الريزولتس بينت على طول، وكنت حستسلم إنه خلص هوقف كل إشي. فلحظة إدراك إنه جد إذا أنت بدك تبلش هاي من هون إجت، بلشت حبلش حنلتزم حنوصل. فلو وقفت مبارح حرفيا ما كان صار إشي، لو وقفت كنا ما قعدنا هاي القاعدة، لو وقفت خلصت 23، خلصت سنة 23 كان عندي 35,000، أنا كنت حاط 10,000 وكان عندي 10,000 بالتيك توك وكانت فيديوهاتي فوق المليون، وصار في عندي متابعين حكوا معي 3-4 شركات خلال أسبوعين. فمن هون أنا ليش بصر دائما حنبلش حنلتزم حنوصل، إنه خلص حرفيا الإشي قاعد بحكي لك يا إذا أنت حتبلش شغلة حرفيا التزم عليه حتوصل. حنبلش حنلتزم حنوصل. كم مرة إنه أشوف لك ستوريات الناس تنتقدك على شيء معين هو انتقاد إيجابي، يقولوا لك يا عامر أنت تصدر لنا أشياء هي تكون كواليتي وحلوة وجميلة، لكن إحنا ما عندنا القدرة المادية إنه إحنا نكون بهذا المستوى من الليفل. فأنت جاوبتهم جواب، أسمع الجواب من عندك إيش؟ قلت لهم كل إنسان فيه أما يعيش أب إذا كان الله ميسر له، أو حتى لو كان إنه هو ظروفه تعبانة لكن يقدر يخلق هذه الصورة أو هذا الكواليتي. صحيح. أو هذا المحتوى. باختصار إنه أنت مش عامل إنه شخصيتك من أولوياتك، مش عامل إنه أنت محترم إنه أنا لازم يكون في عندي أبدي حالي على الأمور الثانية زي طلعة، أبدي حالي مثلا بيحكي لي ما معي مثلا أشتري كل يوم مثلا أفطر كذا وبس بدخن نفس الوقت. طب أنت قاعد تدفع مبلغ معين دخان، ممكن هذه فطرك فطور صحي يفيد جسمك وكذا لثلاث أيام، ممكن بعرف ناس بيدخنوا بكتين باليوم $7، شو بيعملوا $7؟ فباختصار أنه أنت إذا بدك تعيش نفس الشيء أنا بعيشه، بس يعني الشغل مش بالمصاري أو بالظروف اللي أنا فيها، الشغل بعقليتك إنه أنت بدك تعرف أولوياتك، بدك تعرف الفلوس اللي قاعد تدفعها وين تروح وين تصرفها وين تستغلها. فكل بساطة هاي الموضوع. فحتى نفس الشخص اللي انتقد، أكثر في شخصين انتقدوا بعثوا لي بصراحة اقتنعت، يعني أصلاً بالله في شخص بعث لي بيقول لي من بكرة بطل تدخين ورد على الستوري ها. Is the only time I ever feel free. Free from stress. Free from worry. Free from everything. ليش ما عندكم مشاهير بالأردن؟ مشاهير يعني غير اليوتيوبر جو حطب، غير الفاشينيستا زيان كرازون وهيا، وغير الميديا قلائل جدا الجيدين اللي مثلك، يعني تتوقع ليش في عندك مثلا صباغ بيعمل ستايلينج وكذا، في عندك وسام قطب، في عندك في كثير ناس في كثير نعم
عندك علاقات ببلوجرات بيوتيوبرية، أكو بيناتكم فولو، أكو بيناتكم مسجات تهاني تبريكات من عمان ولا لا؟ هسه مبدئياً أنا ولا هي ما في علاقات وصداقات؟ هو موجود يعني بس قليل، لأنه أوريدي أنا جديد على المحتوى وكذا. ما له يعني علاقة جديد، ملايينك موجودة هنا، نجاحك موجود، لكن هو في بشكل عام في علاقات وثيقة ما بين مشهور ومشهور؟ وجهة نظري بتعتمد على الشخص، وممكن إنه الشخص يكون نفس الحياة العامية، ممكن إنه يكون الشخص مختلف تماماً بالواقع عن السوشيال ميديا. أكو من المشاهير من بلدك عاملك فولو متابعة؟ كثير. مين؟ في كثير ناس. في كثير يعني. ناس. أنت ما تحب تذكر أسماء؟ لا. ليش؟ بصراحة لأنه في كثير ناس وناسي أسماءهم. ها في كثير ناس وناسي أسماءهم. أيوه. بس في كثير يعني بعرف ناس بدخل. أنت إلا شخص يعمل لك متابعة حتى تعمل له متابعة، ولا عادي إذا أعجبت لا بشخص إنه أنت تعمل له فولو؟ بصراحة أنا بعد يعني حسب المحتوى يعني باختصار. بس شخص بيقدم قيمة بعيدا عن التفاهة وبعيدا. أقصد كممثلين، مطربين، مغنيين. حسب الشخص. حسب الشخص. نعم. أوكي. عمر عبد الله تعمل له فولو؟ لا. ديانا كارزون؟ برضو لا. جو حطاب؟ انا يعني بعيد جدا حاليا عن الميديا. ابرز البلده جو حطاب اكيد ضايف، لانه ضايف. شو رايك بي؟ انا اوجه له تحيه طبعا جدا طبعا جدا رائع. اجل بغداد واحتفوا به ايضا بالعراق، وعمل صحيح. ايضا فلوق بالعراق، وكمان كان الصدى جميل باستقبال العراقيين الى يعني وجهاء المجتمع صحيح. والناس العاديه فرحانين به اليوم بهذا نجاحه. هو الكونسبت يختلف عن اي شخص يعني. هو باختصار بيعمل افلام افلام قصيره يعني، انت قاعد بقدم كواليتي جدا رائع، بثقافه ببلدان احنا ما نعرف عليها. في كواليتي بالمحتوى. في كواليتي لا في كواليتي، وفي فيش ملل، مستحيل تمل من الفيديوهات يعني. انا حاضر كل الفيديوهات تمام جدا يعني. معروف اصلا هو اكثر شخص بيتعب على المحتوى تبعه. أكيد. سفر، مونتاج، تصوير بكواليتي عالي. ف لا جد كل احترام له. تحلم في يوم ما يكون عندك طموح انه انت تكون العلامه التجاريه لبراند معين؟ العلامه التجاريه لبراند بصراحه انا حاليا مركز، او بلوجر لبراند معين. انا حاليا مركز انه اعمل البراند الخاص فيي بصراحه. اكثر من الطموح كبير طبعا. اوكي ليش لا يعني. اوكي لا اكيد طبعا هذا. فحاليا مركز على البراند اكثر من اي شيء ثاني. موضوع فلسطين وموضوع انه غزه والحرب الان لحد البارحه 1400 ايضا باباده واسرائيل وغيرها، وهذه الامور اللي هي هزت الوطن العربي، لان انه المشكله صار لها كثير سنوات، لكن هذه اول مره هي تصير اباده جماعيه. دعمت القضيه، انت قاطعتوا، انتوا بالبيت قاطعتوا البراندات اللي هي او المأكولات او المشروبات او اي شيء هو تابع للكيان الصهيوني. يعني انا مقاطع، تقدر تحكي كل شيء يعني من المشروب للشغلات الكبيره. صرت تقرا ما تروح للسوبر ماركت انت و... اكيد، وادور على بديل باختصار يعني. اذا انت بتدفع مصاريك يعني، برضو سمعت كلمه بيحكوا لك انه انت بتدفع مصاريك لشركه انت بتنجحها، بيشتروا فيها اسلحه، بيقتلوا فيها اخوك. ف يعني انت فاهم كيف؟ فباختصار جد انت ليش المصاري بتدفعها ممكن تكون حرام تلقاها بصحتك مثلا يعني، قاعدين مصاري بياخذوها وبيقتلوا فيها ناس. فباختصار انا قاطعت كل شيء. دعمت القضيه نعم، اول ما خلال المحتوى اصلا حكيت لك وقفت تقريبا. لا دعمت البوستات، الهاشتاجات. طبعا السوريات ما كنتش انزل الا بخصوص القضيه. بوستات ما نزلت بصراحه. بيني وبينك عامر ما خفت على مشاهديك اللي انت وهذه المشاهدات انه هي تروح من عندك، لان في حسابات توقفت هسه بصراحه. انا وقتها ما يعني صارت الظروف هاي قبل ما يطلع حسابي، فما كانش في شيء خاف عليه. بس لو صار بالمستقبل وكان عندي عدد، انا بالنسبه لي الساكت عن الحق شيطان اخرس، ف ما حسكت، بالعكس يعني حكون فخور بحالي يعني انه انا قاعد بقدم شيء هذا اقل شيء ممكن نقدمه يعني. حرفيا العالم جدا سيء، انه انت قاعد تشوف الغلط بعينك بضل ساكت، تشوف الغلط بعينك مش قادر تقدم شيء، تشوف الناس قاعدين بيتقتلوا وبدهم بس الدعم، لو هالقد، لو كلمه. وحتى مجرد سوشيال ميديا انه انت تنزل بوستات صار يوقفوك، فحتى الكلمه يعني بخلانين عليهم فيها. فاختصار هيك صار. اجي لموضوع، وهذا كان هو استهلال لموضوع اخر. قبل كم يوم كان انه هو كأس اسيا موجود، وانت شفت ما بين العراق والاردن الحركه اللي صارت ما بين المنتخب الاردني اللي هم عملوها، وبعدين من ثم ايضا المنتخب العراقي اللي هو ايمن حسين، وعلى سبب هذا الموضوع انه هو تم
استبعاد أيمن حسين وفوز المنتخب الأردني على العراقي. هنا أنا صار أنه أكو أكيد شفت اليوم أخبار والصحافة وتنمرات إكسبلورات ترند الموضوع صحيح. وانعاد الموضوع بعد كم يوم بعد فوز قطر على الأردن. أنت حضرت اللعبة أكيد؟ والله بيني وبينك ما حضرت بس شفت المقاطع. نعم شفت الملخص الملخص نعم. هسه بيني وبينك يعني بالنهاية الإشي اللي قاعدين بيعملوه هي لعبة يعني هي بتدور حوالين لعبة أوكي كرة قدم تمام في فايز وفي خسران والاثنين بيلعبوا يعني فيش داعي يعني كانت حركة لي. استفزاز بوجهة نظرك ولا بنفس الوقت أنا بوجهة نظري أنا لو بلعب معهم هاخذها بروح رياضية لأنه حيصير الموضوع اكسايتنج أكثر حيصير في حماس من الطرفين أنه إحنا بدنا نرد عليكم وأنتم بدكم ترد علينا وكذا فبالنسبة لي كانت بالنسبة لي جدا عادية والرد كمان كان جدا عادي بس الجمهور أنت عارف كيف رفعوها في يعني دائما ما حتقدر ترضي الطرفين ممكن شخص إنه يشوفه لا استفزاز من شخص يشوفه كذا بس أنا من وجهة نظري شايف الموضوع جدا عادي ما في داعي لكل اللي صار بالسوشيال ميديا والله ما جبت سيرة ما أعطيت الموضوع أهمية. عندك متابعين وشفت كاتبي لك بالعراق قلت لي طبعا إنه أنا عندي جمهور متابعين بنسبة كبيرة من العراقيين صرت تفهم اللهجة العراقية؟ والله بصراحة من زمان بفهم اللهجة العراقية يعني في لي أصحاب من الأردن بالعراق أوكي. يعني من وأنا بالأردن كان في عندي أصحاب عراقية أوكي. فبيحكوا عراقي حلو اللهجة أحبه ومن الأغاني كمان ومن الأغاني ما شاء الله عنهم يا حبيبي بس عندك تفاعل كبير من العراق عندي نسبة كبيرة تقريبا يمكن فوق 22% من العراق بس من العراق نعم شو تقول لهم اليوم هم أنت اليوم على شاشة عراقي والله كل الاحترام يعني الشعب العراقي وشعب حرفيا شعب راقي يعني أنا أقل شيء ممكن أحكي تتوقع أنت راح تكون سيليبريتي بالعراق يعني والله بتشرف يعني بس تتوقع قبل لا يجيك نسبة 22% لا والله بصراحة ما لا نعم لكن يعني كل الشرف لي وكل الشرف أطلع على قناة زي السومرية سلمك وكل حبي للشعب العراقي حاط في بالك شعب راقي جد الله يسلمك حاط في بالك تزور بغداد إن شاء الله تشوف معالم بغداد والله دجلة شهريار شهرزاد بغداد اللي اليوم رجعت وانت تشوف كل فنانين العرب يعني انت شفت عمرو عبد الله من ابن بلدك ديانا كرزون تواجدوا بالعراق بحفلاتهم بامسياتهم وكمان اليوم الوطن العربي كله بالك انه تصور شيء بالعراق يعني والله ان شاء الله يعني مش حاليا مش مخطط لكن بالمستقبل اكيد حابب اذا صحت نعم. الفرصه نعم اجباري بقول لك نسبه كبيره من المتابعين عندي عراقيين فاظن اكيد حتكون في لي زياره هناك ليش ما فكرت تفتح يوتيوب والله بفكر لقدام لقدام تستغل انه هذه المشاهدات المليونيه اليوتيوب هي السوشيال ميديا تدخل فلوس الانستغرام لا يدخل لك دعايات يعني ممكن من الدعايات على المشاهدات ما في غير اليوتيوب نعم والتيك توك تيك توك اعلانات اعلانات واللايفات انت ما تحب اللايفات ولا قستات مو ستايلك لا لا حتى بتوصلني مسجات خليك هيك ابعد عن اللايفات ابعد عن التيك توك لو سمحت ف مش جوي يعني مش انا مش هيك يعني جوك سناب شات حاليا مركز انستغرام بس يعني بحاول افتح تيك توك يعني عندي 10,000 على تيك توك يعني بس انه بحاول انه التزم كذا 10,000 بس فيديوهاتك عبر المليون يعني. طب 100 الفيديوهات هذا ما له علاقه لا 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 والتيك توك انا موقف يعني من فتره طويله بس حاليا مركز انستغرام عندي الكواليتي عالي نعتبر انه انا يمكن انت تاخذ مشاهدات كثير وصلنا مسجات داير كثير تجينا اعلانات معروف بدون هذا الاشي انا يعني بعرف يعني اليه الشغل تبعت الفيك وكذا ما حبيت مش قصه ما حبيت انت قاعد تسحب شغله انت ممكن توصلها بعد فتره وتكون لذه النجاح تبعتها جدا راقي يعني ممكن انه توصل لمرحله انه مثلا اعتبر انه انا اشتريت 10,000 نفسي اوصلها تتوقع انه تكون فرحتها نفس وقت توصل ل 10,000 بتعبك اكيد لا هاي شغله ثانيه انه انت بدك الهدف من المحتوى اللي انت قاعد بتقدمه انه يكون في عندك ناس تتابعك مش بس مجرد انه انا عندي فانا اهم الناس يعني كلام الناس انه انا يحكوا عني مشهور مش مهم المهم انه انا اشوف بعيني انه فعلا في ناس قاعده تتابعني فزي الصح الازرق بالانستغرام بالنسبه لي يعني صح انه فيه له فيتشرز وكذا بس بنفس الوقت يعني في ناس كثير بتلاقيه بيشتري متابعين كثير بنفس الوقت بيوثق حسابه كمان تدخل على الريلز فيش مشاهده يعني عامل كل شيء فيك ومركز انت بمحتوى وبلش من الصفر وكثير يعني بيبعثوا لي انا عندي حساب فيه 50,000 من فتره لا بلش من الصفر وامشي صح
نفس الشيء حنبلش حنلتزم حنجح. فطبقها باي موضوع حرفيا حتنجح. طبعا اكيد التجربه اللي هي يمكن ضافت لي وضافت للشباب، اول فيديو لا صفر، وثاني فيديو لا صفر، وثالث فيديو هو كان نص مليون. البوينت اثنين اللي هو انت جبت شهادتك راسب، ومن بعدها انت 93 او 95؟ 93. صدفت يعني. فهذا بالتالي اللي ببالي شيء راح يوصل له. و شرفتني والله كل الشرف. مقولة أو حكمة أنت تؤمن بها وحاب تعززها من خلال برنامجي إلي وللمشاهد وللمتابع؟ لو عندك حلم، حرفيا لو عندك حلم، بالنسبة لي الموضوع باختصار حط خطة تمشي عليها وما تتخلى عنها لوقت تحققها، وصدقني يعني حتوصل لها. دائما بحكيها إنه عليك السعي لكن التوفيق من الله. بدون سعيك وبدون أنت يشوفك بالجد بالشغل قاعد بتتعب حالك، قاعد بتحاول، قاعد حاب تنجح، يعني حاب ظلك تحاول تحاول لتنجح، حرفيا يعني تتوقع أن الله يشوفك بتسعى وهو الكريم وما يعطيك، ما بتوقع. حلوة الثقة والقناعة اللي فيك. شكرا ونورتني والله. شكرا. وتشرف. شكرا. وكثير انبسط جد. سعيد اليوم أن أكون موجود على قناة السومرية. بقدم كل شكري للأستاذ إيهاب، طبعاً كانت محادثة جداً رهيبة وكثير كنت مبسوط بصراحة. وطبعاً الأسئلة الأولى سألني إياها، يعني ما حبيت أرجع بصراحة فلاش باك، بس يعني هاي قصة بصراحة ولازم أحكي لكم إياها جد، كأنه يعني بعيداً عن البرنامج كأنه صديق، كأنه يعني ترتي فاندي. حبيت إنه هو يكون وياي بهذه الحلقات الأخيرة ما قبل شهر رمضان المبارك. إنسان مهذب، هذه المشاهدات، هذه الإنجازات، هذه النجاحات أنت تستحقها، وكونك أنه أنت أول حلقة أردنية هي تكون من ضمن كل سلسلة حلقاتي من جميع الدول العربية مع السليبريتي، فنورت السومرية. أتمنى لك الموفقية وأتمنى لك النجاح. تحية لأهلك وتحية لبلدك الطيب، وإن شاء الله نلتقي على خير في بغداد.